الافراج وصل يا معنانا. خش يا تعالوا بالحين بدكم خيمه بعد كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا ساموش انت؟ اخلص انا ما تكلمش المعنانا بالطريقه دي. انت اللي تخلص يا غبي. ما حدش ما بيعينك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخد لك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتهدم يا معلم. بس اسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه. تمام كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي. تلميذ لشغلنا سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف إنه حرامي. لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله. بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس. انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي. وانني اليوم لابد اوعى يالا سيبوه. أنا بقى أدي التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. هاتوا. والسلام أمانة يا غبي. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. Thank you.
هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ الله عاجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما يهونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو؟ ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تصلح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوة أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه، دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي. أتغدى؟ لا يا عم، حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجة. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلنا ولعة. ولعة ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكة. يا دوبك اعمل. بكرة تكبر يا خدامك حسنين. وانا عايدة ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجة. عليا النعمة اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شوفت حاجة انا شوفت حاجة. علي النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه ما تقوليش حاجة بقى، شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكرة. خلاص بكرة. ايه
ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عمله صعبه ايجيبشن ماني. ايوه كده. انت ايه يا كده؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت يا جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ ده انت فاكرني مش واخد بالي منك؟ ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لا انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش؟ انا من عيلة كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار اجيب سان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي. 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا بلاش. 35,000 جنيه للشقه. الو. اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معه كتير. وضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقولك على الشحات الواقف ده. وإحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ الله، هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في إيه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. إيه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد إيده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. افتح لي وحياة والدك السخبط دي.
المشتري يا خيني. خد. ايه ده؟ ربع جنيه هو بحاله. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي دي. مش من غير والبنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد. ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوة بالشحاتين، كداء المية. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الأجرة. أمال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة. فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة؟ شاب كذاب زيك أنت. كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو كذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، كذاب، كذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فم. أه فم. أنا فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وغيرها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ جامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مندي انا ما بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الا بسرعه كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك؟ احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمه طلع مش عارف. والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم. انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره.